بعد هذه الأبواب الخمسة، القسم الأول مقدمة، جاء بالقسم الثاني وهو تفسير التوحيد، تبيين التوحيد، إظهار التوحيد، كأنه يقول لك الآن أريد أن أبين وأفسر لك التوحيد. أي توحيد؟ الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. قال خذ التوحيد من هذا الباب إلى نهاية الكتاب، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني إلى نهاية الكتاب سأبين لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. طيب تمام، إذن الآن بدأنا في صلب الموضوع، كيف فسر لنا التوحيد؟ فسر المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد بضده، وبضدها تتبين الأشياء. فسر التوحيد بضده، بيّن أنواع الشرك الأكبر. قلنا لكم الدرجات أربعة، صغائر. أترك الكتاب يا شيخ، خليك معي، أترك الكتاب بعد الدرس تنظر في الكتاب. صغائر، كبائر، شرك أكبر، شرك أصغر، شرك أكبر. فأراد أن يبين لك أنواع الشرك الأكبر أربعة: شرك في الدعاء، وشرك في المحبة، وشرك في الطاعة، وشرك في النية والإرادة والقصد. هذا أنواع الشرك الأكبر. الأول الشرك في الدعاء. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. لو مرة واحدة في حياته سجد أو ذبح ذبابة لغير الله شرك أكبر، إذا مات على هذا مخلد خلود أبدي في النار، وإذا تاب تاب الله عليه بشروط التوبة. تمام، إذن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. الثاني دعاء مسألة، دعاء طلب، هذا ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر. مرأة تأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه الولد أو إنزال الغيث، لا يقدر عليه وهو حي فما بالنا وهو ميت، شرك أكبر. الثاني أن يطلب من المخلوق شيئا فيما يقدر عليه، يصح، يصح بشروط أربعة، إذا توفرت هذه الشروط الأربعة صح، وإلا شرك. أن يكون الطلب من حي لا من ميت، أن يكون الطلب من حاضر لا من غائب، أن يكون الطلب من قادر لا من عاجز، أن يعتقد أنه سبب. خرج بهذا ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون أو بيده جلب المنافع أو دفع المضار. مرة أخرى أعيد، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. والثاني دعاء مسألة، دعاء طلب، ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، فيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب لا يضر ولا ينفع. تمام، مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة. أنا أقول لهذا الشيخ أعني في حمل هذه الطاولة، يصح أو لا؟ ننظر، حي نعم، حاضر نعم، عندي هنا ليس في الهند، قادر ما شاء الله تبارك الله صحيح معافى، أعتقد أنه سبب حمل معي الطاولة الحمد لله، لم يحملها يأتي هذا يحملها والشيخ إبراهيم أو فلان، صحيح؟ تمام، إذا مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة. جاء طالب من الطلاب للشيخ إبراهيم وقال يا شيخ إبراهيم أريد أن تشفع لي حتى أقبل في الجامعة. قال أنا أكلم الدكتور فلان إن شاء الله تعالى، لكن أنت افتقر إلى الله سبحانه، ما أنا إلا سبب، يصح نعم، حي وحاضر وقادر، يعتقد أنه سبب. تمام، إذن الآن أخذنا الدعاء والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة، صحيح تمام.